انه احنا عارفين طبعا وتابعنا انه رئيس البنك الدولي استقال واصبح هناك رئيسه مؤقته له، أي. وهي السيده كريستاليا جورجيفا. انا كريستالينا هي كريستالينا جورجيفا. طب انا عارفه ان حضرتك يعني على علاقه جيده بيها، أي. قولي لنا يعني ايه اللي ممكن تقدمه اثناء وجودها في هذا المنصب لافريقيا وللدول الافريقيه في الفتره اللي جايه؟ شوفي احنا يعني انا واحنا شايفين صوره حضرتك معاها هو على انا والسيده كريستالينا احنا بنعمل بالفعل على عده ملفات، وملف منهم هو الهويه الرقميه، لانه حريصين انه برضو يعني موضوع الهويه، بطاقه الهويه دي موضوع كبير، لان عدد كبير جدا من في القاره ما عندهمش بطاقه هويه وعايزينها تبقى رقميه بحيث ان هي يتم استخدامها او بشكل فاعل وسريع بدون الامور بقى الورقيه والحاجات اللي هي بتاعت زمان دي من ناحيه. اما اللي هي وانا اعلناه في فيينا هو ان احنا بنعمل مع البنك الدولي لاستراتيجيه القاره في التحول الرقمي اللي هو ديجيتال ترانسفورميشن، او يعني خلاص يعني ان القاره كلها مش هنتكلم على نماذج ناجحه داخل القاره، عايزين نتكلم ان القاره كلها تبقى هي النموذج الناجح، وبالتالي موضوع التحول الرقمي لكل دول القاره هو ده مطمعنا. امتى وازاي ممكن يتحقق؟ ده يعني وقت قد ايه وجهد؟ الكلام اللي احنا يعني كلامنا مع البنك الدولي، احنا اتكلمنا في الموضوع ده او يعني طرحناه من شهرين في اديس ابابا واكدناه تاني في مؤتمر فيينا، انما الكلام مع البنك الدولي هم التارجت بتاعهم 2030. احنا شايفين في افريقيا ان احنا ممكن نعمل ده قبل 2030. ايوه واحنا يعني مصرين وبنعمل باسرع من اي حد تاني متخيله في الدول اللي هي محتاجين دعم. شكله ايه؟ وهل الجهات المعنيه ممكن ان هي تقدم هذا الدعم بحيث ان احنا نوصل لده قبل 2030؟ الجهات المعنيه بتقوم بده بالفعل. حضرتك لما تفتحي الجورنال كل يوم في حاجه بتحصل في بلد، احنا مصر هنا بنتكلم على دوله فيها 100 مليون مواطن، كل يوم بيحصل تغير في هذا الاتجاه. انا وانا موجوده هنا في مصر في فتره اجازتي دي كان مطلوب مني استخراج اوراق كتيره جدا او يعني امور كتيره ان انا اعالجها. انا كنت الحقيقه في منتهى السعاده، مش قادره اقول لك، وحطيتها عندي على الفيسبوك وقلتها بتخلص بسرعه. لا انا مش بس بسرعه، لازم اقول دي. أنا دخلت عشان أستخرج شهادة وفاة والدي. دخلت قسم، سألت فين المكان، دلوني عليه، قابلت السيدة على الشباك، قالت لي كذا، اديت لها المبلغ كذا، قضيت المهمة من أول دخولي لحد خروجي في 7 دقايق. لا 7 دقايق فقط. في 7 دقايق فقط، ومن كتر ما انا مش الكلام القديم بقى اللي كنا بنسمعه وروحي من هنا لهنا لهنا، ما فيش نهائيا. ربما موجود في ادارات اخرى، انما التحديث الاداري سريع جدا، وانا متاكده ان يعني في زمن قياسي جدا، عشان كده بقول يعني لما البنك الدولي بيقول 2030 بقول لهم انا متاكده قبل كده قبل كده ان شاء الله.